السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا من جديد نلعب اللعبة، لكن الطريق اللي قبل خذناه غلط. نحاول الحين. المشكلة الكاميرا شوي بوب، التحكم في الكاميرا بوب لين هناك، حتى التحكم في اللعبة هذه نفسها بوب لين هناك. بس ما لاحظت ان الفريمات تنزل. علينا ان نروح هناك مثلا هني. انا ما اعرف ليش هو يعطي هسه. الطريق هني مسكر اصلا هناك. اوش شات. بس ما في الا طريق واحد هناك. لحظة نروح نشوف. ايه بين اللي قبل رحنا له ورجعنا مثلا ولا وش؟ لو صح نروح هناك المكان اللي فيه صحراء. هاي السيف يقول لنا نروح هناك، او الاشعة تطلع من السيف. لازم نثق بالأشعة هذه، لأن هناك يوم رحنا ما في. هل في مهمات جانبية في هاللعبة؟ ما اعتقد. بس اللعبة على البلاي ستيشن 2 كانت الفريمات تنزل. انا ما جربتها، لكن اقرا تعليقات الناس اللي لعبوها يقولون الجرافيك كان ذاك الوقت زين. صمم المكان. يعني مبين من الكات سيزن ونروح هناك. طبعا الخيل يسبح، بس هل مو براضي ينزل؟ في العميق يعني السموحة. الماي هني زين، مو في نفس كرايسس او باي شوك كتأثير. يغطس كذا. الجرافيكس ممتاز يعني، بس مو بانه قوي مثل الالعاب الثانيه. الكرايسس اقدم من ذي اللعبه، بس الجرافيكس مالها افضل بواجد. بايشك في الماي هم يقولون يعني رجعوا يبنونها من الصفر. طبعا كل الاماكن هني يحدد لك بعد بالضبط ان هني كل الأماكن يعني قريبة من المبنى الرئيسي. و كأنها عينين العمالقة تشوف من فوق، بس ما أعرف إيش معناته هالشي. لكن لازم نوصل هناك. شت، في خطأ في هذا اللعبة نفسها. بس زين اني لحقت اني اتعلق من جديد. العملاق نايم.
تركني أصعد عقب. العملاق الثالث مسلح، كلهم مسلحين يعني، بس هذا العملاق مقاتل. طبعا وين نقطة الضعف؟ فعلا اتسلقت. اوه ورجع. اهم عرفت، نجيبه هنا ونخليه يضرب هذا، لما يطيح هنا اقدر اتسلقه. او اتسلق من هنا. حسبت برجولة هنا يضرب، لكن ما ادري ليش ما يمسك المتخلف. تعال هنا. اضرب نفسه هو، والله وش صار. اصقع. اركب انزين. انا ما اعرف ليش ما يستخدم يده الثانيه ويضربها، يعني هل هو عبيط مثلا؟ Hey!
ايه العنيد الحيوان. اها حلو حلو. اضرب بطنك شوي في مغص من شربك عشرة، لكن داويك بشيء أفضل من العشرة. اضرب انزل. اتوقع كله يا في الراس يا في الظهر، مرة في البطن. ألم البطن مقرب طبعا عدة أسباب تسبب ألم البطن. محتار أضربه غبي. هو فعلا غبي ذا العملاق. انتهى هذا المقام. شد
لا يا المتخلف. اي شت ايش الشباب. اخ لا بالله. يا غبي يطلع. قرف هذه. الموسيقى هذه تتكرر حزينة. Wake the night. وبنرجع نفس الموال. حس لو بيكملون الجزء الثاني دكتور ماركس، حس لو بيكملون الجزء الثاني بيكون كذب، يعني اللي كلمة الصوت انه بيخدع، لا بيرجع حبيبته او زوجته ولا شيء. حس انه كذب يعني. انا ما ادري، انا حس كذي. Welcome back. Equal, you know, you say, Mordor.
أرض خضراء. A giant indeed, but careful is not. وحشين ثلاث. تبي تتأكد أو تعرف أكثر هني مواقعهم طبعا. الرابع هو كم عددهم؟ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. إذا 8 و8 يكون 16. 16 وحش غير مثلا إنه ما في مهمات جانبية نفس الويتشر 3 أو ويتشر أو الألعاب اللي فيها مهمات جانبية نفس الدارك سولز أو البلاد بورن. بس اللعبة هذه أنا الفكرة إنك ترجع من جديد. و المشكلة هاي الأبراج الحين اللي صار اللي طالع ما أعرف إيش فايدتها. أبروك. نروح هني من جديد. ما أقدر. بنوقف هنا.